وياكم كابتن ميمونة. هاي الأزمة خلتنا نقعد بالبيت ونسمن ونطلع حجج إنه ما نقدر نتمرن لأنه ماكو قاعات. لا، أكو عندك بيت تقدر تتمرن بالسطح، بالحديقة، بالغرفة النوم، بالهول، بأي مكان، والتمرين أي مكان وأي زمان. فراح نروح نطرق التمارين وتقدر تتمرنها بالبيت، فتعالوا وياي نروح للتمارين. راح ناخذ اول تمرين ماونتن كلامبرز اللي هو تسلق الجبل. هذا التمرين طبعا يشتغل على الجسم كامل كارديو، ومتعتبر من التمارين الهيت اللي هي حرق الدهون اللي بالجسم. راح ناخذ تمرين سكوات وذ ني تاب اللي هو نا. طبعا هذا التمرين راح يشتغل على الجسم كامل، وياها تتحرك البطن السفلى، معدة، عضلات الجسم بالكامل. إذا كنت من المبتدئين فتترك السكوات، تأخذ مجرد تاتش ني ركبة فوق. هسه راح ناخذ تمرين باستخدام أداة مساعدة. طبعا إذا عندك كرسي أو عندك كرسي أو كنبة تقدر تستخدم هذا التمرين اللي هو لوب بريدج، جسر. هنا أرفع رجلي وراه، أرفع الورك فوق، أثني رجلي للداخل. هنا راح تتحرك عضلة الورك، عضلة الرباعية الخلفية، وبطن سفلى، والمعدة، كلها راح أشد هاي العضلات. طبعا بكل بساطة خلصنا هالثلاث تمارين. هاي الثلاث تمارين اقدر تمارسها او تمارسيها 3 مرات بالاسبوع الى 4 مرات. هاي تشتغل على عضلات الجسم بالكامل وتحرق دهون اللي بالجسم. طبعا مو بس اعتمد على الرياضة، اعتمد التغذية الصحية. التغذية الصحية هم راح تغير من جسمك وراح توصل الجسم المثالي. واهتم بالنوم ايضا لان هم يحرق سعرات بالجسم. وهنا نقول لكم باي باي.